غير انا جايبه سمك، ما تخليكي جدعه تجيبي الصندوق التاني من بره. ياد يلا بقى، مش قادره اشيل الاتنين مع بعض. يلا الغدا هيبقى جاهز بعد نص ساعه، خشي اغسلي وشك وتعالي. طيب مين عمر؟ ايه؟ الورقة دي كانت على ازاز عربيتك، فيرا لقيتها وجابتها. عمر ده ابو الواد اللي بيتدرب في السنتر دلوقتي صح؟ بتخوني سيف يا هالة؟ طبعا لا، ايه الكلام ده؟ سيف اللي مستحمل قرفك بقاله سنين وشايلك وشايل قرفك، وانتي عامله لي فيها الام الحزينه على ابنها، عامله لي فيها الام المكلومه وكانه مش ابنه. من حقك انتي تحزني وهو لا، وقاعد يطبطب عليكي ويدلع فيكي، ومش عايزه تبلي ريقه بحته عيل. بس احسن كنا هنعرف هو ابوه مين فيهم. عمر عمر هو اللي بيجي. اخرسي اخرسي. انا لو مش خايفه على ابني كنت جبتك من شهرك وفضحتك قدام الناس. يا نكسه يا نكسه. مش حاجه حصلت خالص والله، ما في حاجه حصلت خالص. انت بالنسبه لي ولا تسوي ولا تسوي. انا اللي خايفه على ابني. سيف لو عارف هيقتلك. مش حاجة حصلت. بطل عياط. هتمسحي دموعك وتخرجي تتعشي عادي ولا كأن حاجة حصلت. سيف مش لازم يحس بحاجة، فاهمة؟ بصي لي قولي لي. حاضر حاضر هعمل كده. اخلص يا عم وقوم، انا هقعد اتحايل عليك عشان خاطر تقوم. اخلص قبل ما يقفل مطعمه ونقعد نلف ندور عليه على القهاوي. انا مش هروح اعتذر لحد. ده يقل منا. يقول ايه يعني؟ خوفنا منه؟ يا اخي اللي يقل منك ان انت تيجي تتاخد من هنا في البيت من حضن امك. قوم يا عمي بقى، ما تقرفنيش. قوم، احنا كلنا اتفقنا ان احنا هنروح عند اشرف نعتذر له ونخلص الموضوع، وامك موافقه. ايوه يا حسن قوم. قوم ما تعصبنيش. ايوه اشرح لحد. قوم يا عمي بقى. يلا. يلا هلا. مال وشك تعبان كده ليه؟ ما نمتش كويس امبارح. ليه خير؟ عشان عرفت انك واخده قرض بضمان السنتر، وانك بقالك اكتر من سنه مش بتسددي الاقساط اللي عليكي، فالبنك هيحجز على السنتر. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ مش مهم، المهم ان انا اتاكدت
الكلام ده حقيقي. اتأكدتي منين إن شاء الله؟ أنا فعلاً خدت قرض ومش بسد بقالي كام شهر عشان الظروف كانت صعبة، بس أنا اتصرفت. هاخد قرض جديد بضمان المركب عشان يسد القرض الأولاني لحد ما السنتر يشد على شهر 3 والسياحة ترجع. سنتر إيه وسياحة إيه؟ سيف مموت نفسه وهو وأخواته في التجديدات عشان يبيعوا السنتر أول السيزون الجاي. أنت بتتكلمي في إيه؟ بنك ايه اللي هيديكي قرض تاني وانتي اصلا مش مسدده اللي عليكي؟ السنتر مش هيتباع يا هيلا، ده كان قرار غلط اخده سيف في وقت غضب عشان كان زعلان من اخوه عشان اللي هببه، لكن السنتر مش هيتباع. وانا لما الامور تتحسن هقعد مع اولادي واقول لهم الكلام ده وهم هيفرحوا، عشان السنتر ده شقى عمر ابوهم. هو انتي مش مدركه ان سيف وعلي وحسن وفيرا وانا كلنا عمالين بنخطط بقالنا شهور على اساس ان في فلوس هتدخل نص السنه الجايه، الفلوس دي ممكن تغير لنا حياتنا وتغير حاجات كتير قوي. وانتي من امتى مهتمه بظروفنا الماليه؟ من امتى؟ ما انتي كنتي بتشتغلي شغلانه محترمه بمرتب معقول وسبتيها ورحتي اشتغلتي جرسون بملاليم يا دوب بتجيب لك صباع روج، ولما ابني اتزنق واحتاج انه يتسند ما لقاش منك غير انك قاعده تلوميه وتنتقديه وتديله في محاضرات وايه اللي انت بتعمله ده وده غلط وده صح ومش لعبه ومش متنيله. لا لو سمحتي ما تقلبيش عليا الترابيزه عشان الكلام ده ملوش معنى دلوقتي خالص. اقول لك على حاجه، انا الغلطانه اللي جايه اتكلم معاكي الاول، هقول لسيف على كل حاجه وهو هيتصرف. لا انتي مش هتقولي له، عشان لو انتي قلتي له انا كمان هقول له على السر اللي مخبياه في قلبي بقالي شهور. سيف عارف كل حاجه. سيف عارف؟ مين اللي قال له؟ انا اللي قلت. انتي اللي قلتي له؟ حرام عليك يا شيخه، عايزه تموتي لي ابني زي ما موتي حفيدي؟ ايه؟ أنا قلت لك نوديه المستشفى، قلت لك الولد تعبان محتاج حد يبص عليه، بس أنتِ ما رضيتيش، وتهيأ لك إن أنتِ الوحيدة اللي بتفكري صح. ما رضيتيش تسمعي كلامي. أنتِ بتقولي إيه؟ بتقولي إيه؟ أنا ما رضيتش أضغط عليكي. شككتيني في نفسي. يا ريتني كنت ضغطت. كنت شلت الولد وجريت بيه على المستشفى، يمكن لو كنت عملت كده كان زمانه عايش في وسطي. بس حرام عليكي. حرام عليا انا؟ ربنا لوحده اللي يعلم انا عملت ايه عشان اقدر اسامحك. ايوه انت تسببتي في موت مالك، بس ورغم كده فضلتي واحده من العيله. فضل ابني يراعي ربنا فيكي وانا فضلت اعاملك زي بنتي. ورديتي ده بايه؟ بالاذيه. خنتيه هو وجايه تهدديني في بيتي. بس